بنك مصر يقدم إنها حقا عزومة محترمة. كل يوم الأستاذ سرحان بيحسب مصاريفه على الفاضي وعلى المليان، بينزل كل يوم بفلوس على القد، ما يحبش ياخد حاجة من حد. بعد أكلة سمك اكتشف إنه معهوش فلوس، واتكسف لما أصحابه دفعوا له. خلاص وراح للحل المدروس، راح على بنك مصر اليوم اللي بعده، فتح حساب والموظف ساعده، وبإيصال مرافق وبطاقته الشخصية خد بطاقة الخصم الفورية، اشترى بالكارت اللي بيخصم من حسابه، وسحب من ماكينة صراف آلي كانت جنب بابه. وهو ده العادي من بنك مصر. بنك مصر، عرض لازم تقبله.